مرحبا. اليوم رح نعمل سندويشات بالصمون، رح نسميه خبزة فرنجي. تمام، كمان حلو اسمر للوفات لعشاء بالليل. جاتو نفس الشيء، عندكم مناسبة محتارين شو ممكن تعملوا بتحطوه بتعملوه. على الفيديوهات اللي عملتها قبل من التوست بحط لكم اللينك تبعها بصندوق الوصف، ممكن تعملوا كذا نوع وتحطوه على الطاولة، بحل امر كتير منيح. هلا اول شيء رح نبدا، رح نفتح حبة الصمون. انا بحب فرغ خلي فيها عشان يعطيني حيز ومساحة للي بدي احطه. تمام، نفتح سلايسز وبقص سلايسز اثنين بهاي الطريقة. كل شيء بيكون عبارة عن مستطيل وبنحط فوق هون مرتديلا. هي طلعت زايدة، حاطه اياها بهاي الطريقة. بنحط فوق حبة البندورة، كمان كله نصاص نصاص نصاص، حتى حبة الخس رح نقصها نصاص بهاي الطريقة وبنسكرها. طبعا اللي بحب يضيف مايونيز، اللي بحب يضيف ممكن انا هون يضيف زيتون خاصه دوائر نفس الطريقه، بضيف كم حبه تعطي نكهه. واللي بحب يحط مايونيز بس ببطل اللوفات طبعا، يعني لكم الحريه. تمام، رح كمل الباقي وارجع لكم. بالنسبه للخسه حلو نحط الخط المستقيم من جوا عشان يبين منظر الاخضر هيك من برا حلو. وهيك بيكون جهز الصحن. ممكن انا الخس زياده احطه بهي الطريقه واحط زيتون بهي الطريقه، بندوره يعني ممكن تزيني بالطريقه اللي بتحبيه. علينا اليوم صوتي كتير تعبان فمش عم يطلع معي. تمام، وهذا كان الفيديو لليوم، ويعطيكم العافيه على المتابعه، وما تنسوا لي السبسكرايب والشير واللايك. الله معكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.